واش هاد المتعة؟ واش هاد المتعة؟ هذه ربما ستكون واحدة من أجمل مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم. رزمة الأهداف، مهرجان أهداف، وتأهل مثير بضربة الجزاء. قمة المباراة يا أخي، متعة متعة وأهداف بالجملة وبالخيال وبالمتعة وسير وقس على ذلك. يلا أنت كلكم علي. السلام عليكم الخوت، كتعاودوا هانيين ناشطين فرحانين كلشي زين الله يحفظكم. كنتمنى اللي كيشاهدنا يتابوناو ويفعل الجرس، وشكرا شكرا شكرا لكم مره اخرى. ومباراه اليوم اللي كانت يا اخي، اللي انا ما تنتابعش بزاف هاد المباريات بحال الكؤوس والرابطه ومثل هذه الاشياء، ولكن يا اخي اليوم يا اخي، لان هل تعرف من يلعب يا اخي؟ الكانارز وليفربول يا اخي، المدفعجيه والليفربوليين يا اخي الذين نعرف انهم في قمه المتعه. وراينا يا اخي كيف الأرسنال اليوم بكل صراحة أبدعت. الأرسنال لا تستحق الخسارة. لماذا لا تستحق الخسارة؟ لأن يا حبيبي بكل بساطة وبكل بدون تفكير يعني أبدعوا يا أخي. رأينا اليوم أوزيل يشارك في المباراة بعد طول غياب ومخاصماته التي كانت مع ذلك إمري، ماذا نعرف أنهم تبرشوا بينهم أو ماذا. رأينا اليوم يا أخي أوزيل يبدع. أنا اليوم سأعطي لاعبين أحسن لاعب في المباراة، أوزيل وشاك ساكا لاعب أرسنال أيضا. لماذا؟ لأن أوزيل يا أخي اليوم يا أخي يعطيك أسيست الهدف الأول، ويعطيك أسيست الذي كان خطأ لجيمس ميلنر، الهدف الذي بقي لاعبين من أرسنال والشباك فارغة، ويرجعها بتلك الطريقة الممتعة جدا يا أخي. أوزيل لاعب عملاق، لاعب عملاق ولم يأخذ حقه في أرسنال بكل صراحة. ورأينا يا أخي أيضا ساكا الذي يا أخي ذلك اللاعب الشاب الذي بدأ يثق في نفسه، ورأيناه بدأ يصبح هو من صانع الألعاب في أرسنال، لاعب في ذلك العمر يا أخي ويصبح هو الذي يعزف سيمفونية الأرسنال بكل صراحة. هذه تحسب لإمري لأن ثق في ذلك اللاعب الصغير. ممتع ذلك ساكا، ممتع. والآن نتحدث عن الأهداف. من أي هدف سأبدأ به؟ أي هدف سأتحدث عنه؟ أي هدف سوف أحلله؟ أهداف من 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 أماكن بعيدة بطلقات نارية، قذائف يا أخي، ليست تسديدة، هي قذيفة. هدف الشامبرلين، القذيفة الأولى، هدف اللاعب الشاب لأرسنال الذي سجل هدفين يا أخي، هدفين ممتعين جدا. سأتحدث عن أهداف أوريغي التي أهداف رائعة، ولكن لعب الحظ فيها 99.99%. ولكن يا أخي هدف أوريغي هو الحاسم في الدقيقة 93 أو 95 من الوقت بدل الضائع، ويؤهل ليفربول. ورأينا فرحة كلوب. كلوب يا أخي يفرح بأوريغي لأنه يعرف أن أوريغي هو سيد أهداف الحسم وأهداف القتل وأهداف التي تكون تحطم الخصوم مثل برشلونة، ومثل ذكريات سيئة لا يمكننا تذكرها اليوم. كما قلت لكم اليوم يا أخي متعة كرة القدم. رأينا أن ليفربول اعتمد على تشكيلة تضم شبان 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 لاعبين شبان، واعتمد على تشامبرلين، واعتمد على أوريغي، واعتمد على جيمس ميرلين، هادو فقط هم اللاعبين الخبرة. ورأينا أن بعد غياب فيرجيل فان دايك وغياب اللاعبين المدافعين الأربعة على ليفربول، اليوم ليفربول كان سيء دفاعيا، كان سيء في حراسة المرمى. اليوم دفاع ليفربول استبيح. كيف استبيح؟ أنهم علموا عليهم. كيف انهم علموا عليهم يا اخي؟ يصلون بطرق. راينا نيلس لاعب ارسنال جناح الظهير الايمن انه يراوغ ويصل حتى مربع ليفربول ويسجل. يسجل يا اخي، ليفربول لم تكن هكذا في السابق، لان الان نعرف ان ليفربول ليس عندها تغييرات على مستوى الدفاع. لو اصيب لهم فيرجيل فان دايك سوف يعانون على مستوى الدفاع بكل صراحه. حراسة المرمى نعم عندهم حارس، ولكن ليس بقدرات أليسون بيكر بكل صراحة. أيضا أجنحتهم سيئة جدا، ليس عندهم تغييرات. حتى ذلك اللاعب الصغير رقم 24 ربما، ذلك اللاعب ظننا أنه يمكن أن يعطي، لم يقدم شيء، لعب فقط يمرر الكرة، لم يصنع ولا هجمة، لم ينطلق للمرمى، لم يراوغ، لم يسدد ولا شيء. ذلك اللاعب الصغير الذي اصطاد ضربة جزاء لليفربول، هذاك رأينا لمسات جميلة بكل صراحة. رأينا منه مراوغات، تمريرات رائعة، تلك اللفتة التي صنع اللقطة عفوا اللقطة التي صنع منها تلك ضربة جزاء. يبدو لاعب عنده إمكانيات، هذا لك اللاعب عليه من يستعمله ويستغله، عكس الأرسنال. الأرسنال عندها لاعبين شبان على أعلى مستوى، على أعلى طراز، بالأخص ذلك اللاعب الذي سجل هدفين يا أخي. أهداف، ذلك الهدف الذي سجله عن بعد، و
زعزع الميدان وزعزع الشباك وزعزع الجمهور. وي اخي هذه المباراه، هذه المباراه انا متاكد انها ستكون من اجمل المباريات على مستوى الدوري او الكاس او حتى تشامبيونز ليغ على مستوى الفرق الانجليزي، يعني المستوى الذي يخص الانجليز. اخي 5 اهداف 10 اهداف في مباراه، 10 اهداف وكل هدف ينسيك في هدف. راينا ان ليفربول اليوم اعتمدوا على تكتيك غير مألوف. لماذا غير مألوف؟ انهم يلعبون فقط على الاستحواذ، والاستحواذ سلبي، وهذا الشيء لم نكن نعتاده من ليفربول. ليفربول كانوا يعطون الكره لصلاح ماني، يجرون نحو المرمى يسجلون او يضيعون او يصطادون ضربه جزاء. اليوم لا، اليوم يلعبون استحواذ تيك تاك تيك تاك تاك تيك تاك تيك تاك تيك تاك تيك تاك. وصلوا داكشي اللي بغاو، لم يصلوا، تبقى الكره تدور او تقطع. استحواذ سيء، لم تكن فقط تلك الاهداف، وايضا تهدف على اي اساس سجلت اهداف ليفربول؟ عرضيات، ضربه جزاء، فقط ديك تشامبرلين يا اخي، ذلك اللاعب رائع، عليهم ان يصبح رسمي، ذلك اللاعب عليه ان يلعب رسمي. ذاك تشامبرلين يا ممتع يا اخي، وعندما سجل طلب المسامحه، اخي اخلاق طلب السماح من ارسنال، اخي ذلك اللاعب ممتع، ذلك اللاعب يستحق الرسميه يا اخي على حساب جيمس ميرلين او على حساب، لا اريد ان اقول صلاح وماني وفيرميني، ولكن ذلك اللاعب يستحق احيانا ان يلعب رسمي بكل صراحه يا اخي. ارسنال اوزيل ايضا يا اخي، عندك اوزيل بتلك القيمه وتلك الشخصيه وتلك التجربه، وتدركه في الاحتياط يا امر يا غبي. كخلاصه لهذا الشيء، استمتعنا ومبروك لليفربول، وهارد لك بكل صراحه، هارد لك لارسنال، لانهم قدموا مباراه تاريخية، مباراة لن تنسى، مباراة كبيرة يشكر عليها جميع لاعبي أرسنال الذين لعبوها حتى إمري اليوم. ونتمنى أن يتعلم من هذه المباراة أن أوزيل عليه أن يلعب رسمي، أن ذلك اللاعب الذي سجل عليه أن يعطيه فرصة أكثر، علي شاكا أن يثبتها رسمي حتى وإن غاب أوباميونغ. هنالك لاعبين في أرسنال يستحقون يا أخي، يستحقون. شكرا لكم على هذه المباراة، واستمتعنا بكل صراحة. لا أنا في غاية السعادة بسبب هذه المباراة، لأنها جميلة 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 جدا، وأهداف المباراة التي لا تكون فيها أهداف لا تعطيك الحافز للتكلم. هذه المباراة يا أخي كلها حوافز، 10 حوافز يا أخي. السلام عليكم، مبروك تأهل ليفربول بكل روح رياضية.